والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا فيكم، مرحبا من جديد في لعبتنا صديقتنا صدوق بلانت بيس. طبعا تحولت السلسلة الحلقة يومية، إذا لاحظتم طبعا آخر 5 أيام والأربعة أيام قاعد تنزل كل يوم لكم الحلقة. اليوم عندنا شيء لذيذ لازم نحطه، اللي هو وين صار أنتي متريور ليزر، اللي هو هذا مضاد للنيازك. بس مشكلة الصغرى وين حطيه؟ ما سويت له مكان. شوف 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 ذاك هذا اللي هناك تشوفونه بيكون برا عن نطاق التغطية، بس هني بيكون في نطاق تغطية جميل، يعني شيء لذيذ. ميسرت هني، شوفوا نطاق تغطيته كبير بيغطينا، بس في محطة طاقة بطارية بتكون برا للأسف. زين مرة محطيه هني، بحط 2 ما عندي مشكلة، بس انه عجيب استوى مكانه. لحظة زين، وهذا عجيب. مشكلة لو اقدر اسوي زوم اوت، بس شوفوا بس بطارية بتكون برا. والله شوف بطارية وحدة برا، ولا خلنا اشوفه، والله برا نصه برا نصه برا نصه داخل. كم بتكون هالبطارية منحوسة؟ زين ان البطارية هاي يعني تنضرب في هالمكان هذا، هالزاوية هاي اظني بعد بيدافع عنه، النيزك طايح بهالاتجاه ويدخل هالصوبة بيرش اللي واه بوك. اقول الحين اقول مش بعدين، الحين. لحظة خلنا نشوف مالتي دومنا، خلنا نحط لهم وسائل الترفيه والرياضة. اوه تردمل نحط هذا مال فيران، الله يهداكم احط لهم مال فيران. والله عيب الصراحة، والله عيب، والله يعني عيب. انا حاطين لهم الفيران يتمرنون عليه، بس اسوي يعني حكم القوي. حاطين لهم طبعا التعبانين يبون يشربون ماي، حاطين لهم ورود. بس والله صدق ما يشبه نفس مال الفيران. انا ما بقول شيء يعني، لكن انتوا قولوا، انا بقول انتوا تكلموا، انتوا قولوا في الكومنت ما يشبه مال الفيران. لا عليكم، نزيل هذا بس اللي يشربون ماي هني، بيطالعون التلفزيون هاي. بس ما عرفت روتيت كيف كان، نسيت والله. ما علم مشكلة، بيدبرون اعمارهم يعني، هاي اللي طالعون التلفزيون هاي اوكي اعتبرونا زين اوكي. بنحط لهم وردة هني يطالعون التلفزيون، بنحط لهم مال الفيران، حط لهم واحد مال الضغط، 2 مال الفيران. هو مش فيران يعني، عيب يعني، بس انه يعني اقول يعني انه يشبه مال الفيران بصراحة، يعني بصراحة ما يشبه مال الفيران بتمتكم، والله يشبه مال الفيران. انا ما اعرف شو اقولكم يعني. خلينا نحط تلفزيون ثاني، اخبار، في ناس غير تبي تطالع تلفزيون مش بس هم. زد مش ار مش تي مش سكرول. زين بنحط لهم كيف الروتيت مالهم. لحظة شوفوا كيف بستكشف. ما في اوبشن هنا، خلاص ما بستكشف. هذا الفلسفة، نهاية الفلسفة. اقول ليش نحط بعد كراسي؟ ليش ما يتمرنون في مال الفيران زين ويسوون ضغط قدام التلفزيون، ونحط لهم ما يستوي غنفه هني. زين الشيره زين، وهاي والشيره ما يستوي مكان ثاني. بس والله فنان بيكون، والله فنان. استوى شيء هني ولا محل؟ اي تريد شبيت ابا كارير بوت، والله ابا واحد صراحه، بس ما ادري اذا عندي اشتريه. خلنا نشوف هذا كم يعطيني، 50 70 120
اوكي دايركت. الميديكال غالي والله، مو برخيص. نبغى شيء حد يشيل السامان عن الجماعة، بعدنا بنوفر مساحة شوي على أصدقائنا الوركرز. أنا الحين في خوضي طلبي بعض الإنجنيرز، بس أول شيء شو أبغى أسوي؟ مش إنجنيرز، استغفر الله يا أخي، أبغى أطلب هاي شو اسمهم، ساعدوني، بيولوجيست. أبغى 8 غير، ما يخصني، أبغى 8، أنا إنسان أبغى 8 منهم. مشكلتهم على مش مشكلتي، ان الاكل يكفي وزيادة الحين، بس شو قام يستوي؟ قام الانتاج يكفي، يعني مش انتاج، قام يكفي. لا انا ما ابغى يكفي، انا ابغى انتاج، ابيع بزنس زي بسرعة. يلا ابني هذا، انا حاط كل شيء اولوية. بروح ما يعرف شو يبني شو ما يبني الحين. انزين بيزيدوا ناس التم شوي، بيتمرنون، بيرتبون الاوضاع، تعرفون لازم تجموا حركات، وهو انتم في الفضاء ساكنين في كوكب ثاني طبعا، لازم بتيوم بتتمرنون. وين الجم الثاني مالنا هني؟ بس يشربون مي، انا حاط جمع يشربون مي. اوكي انزين، يعني تعرفون يعني ها يتمرن، تتمرن روحي متنانة بعد من كثر العيشة، الأكل زايد. آخر شيء بتقول زعلانة، آخر شيء تقول دايت، منك من كثر المندي. المهم ما علينا، شو كنا نقول؟ المتل شغال، كل شيء شغال، بلاستيك is working، كل نفرات في شغل، كله تمام تمام. رقم واحد نفرات. زين خذنا كارير بوت، نحن الحين المفروض يكون عندنا 8 بوتات. خلي بالضبط اتذكر بس شو البوتات اللي كان عندنا. عندنا 3 دريل، واحد كونستراكتر عندنا، بس عندنا 4 كارير. لا لازم، لا لازم، شو اسمه عيل، فري زيرو سبيرز 2. مشكلة ما يسوون سبيرز الا اذا 2 راحوا، مع اني هني في السبيرز مخلي السبيرز 15، يعني المفروض يتمون ينتجون لين 15 سبير عندهم. هلا سرع اللعبة بسرعة 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 ابنه بسرعة. حق السامان مالها بعده وايدرز. اوتش اوتش، زعل علينا اوتش. يعني الحين نحن لازم شوي نشد حيل. كم واحد؟ خلنا نحسب 2. لا بعدنا نبغى لين هذا ينبني. خبر خير، تعرفون بعد طبعا ربعنا يعني ما يبون شيء، ما يبون شيء. هذا كيف شغال؟ ها شغال 100 100. عندنا مثل عندنا، بس اللي يشتغلون المتل، اللي يشتغلون يسوون لنا متل مش وايد، فيمكن يبالنا شوي ووركرز صراحة، لأن الووركرز مقارنة بباقي العمالة اللي عندنا مش وايدة. ترى عندنا 19 إنجينير، وأظن لو الإنجينير فاضي. أوكي أنت ما عندك شيء، شو أخذ من عندك؟ ما منك فايدة، بس خلنا ناخذ فلوس من عندك، لأنه ما قام عندي يتعبى الستور نفس الأول. بعد أنا بالستور يتعبى نفس الأول بصراحة يعني، ف أنا هذا اللي مغيض. ويشوفوا كيف الحين نيازك تطيح، خاصة أن الحين بدأ الأرض عندنا تكبر، يعني الأرض مستوي كبيرة، الأرض من الأرض قام مستوي كبيرة، معناه احتمال أنه يضربنا نيزك دائما احتمال كبير. يرون out of spears بالذهل. بعد مرة ثانية سبيرز، يعني لازم عشان تسوي لي حبتين لازم يكون معنا سبيرز صح؟ لا أبوكم. أحم 1 2 قبل 2 4 نبغى 2 غير، أظني يكفينا 2 غير، بس ما نبغى أكثر. بس الشغلة المدك أنا ما أعرف مدك. أوكي والله 2 مدك سادين الحية الصراحة، مش نفس الباقين. بس المشكلة ما عند، ما في، ما أعرف هو الماتيريالز ولا شو بالضبط.
شوف على الأقل، على الأقل يسوون سبيرز يوم نحتاج يسوون. they will make، يعني ممكن نثق أنهم يقدروا يسوون في أي لحظة نحن نحتاج فيها سبير. بس الحين المشكلة وين؟ المشكلة محتاجين، مش صراحة محتاجين، مش هايل، لأن أظني أصلا أظني 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 وايد عندنا هايل بيولوجيست. يعني العشرين هايل، بعد اثنين بيكون عقولتهم أوبر كل، يعني أكثر من اللي أنت تحتاجه أصلا. ك هذا اليونة بعد، إذا يونة ثلاثة والله ممتاز، إذا يونة ثلاثة بيكون رقم واحد. واحد اثنين بس، اثنين بس. أنا أوكي الحين الصراحة اللي نحتاجه وركرز، يبالنا ستة سبعة وركرز. يعني لأن فعليا هي اللي محتاجين وركرز، محتاجين وركرز وتريد شيب. الحين هي يعطينا إذا كان عندنا مات، سمعنا مات أصلا. محتاجين سبيس شيب يعطينا، يعني بعد شو باقي لها؟ اوكي قاعد يبنونها، شو باقي لها؟ باقي لها سبع مثل، وهاي شو باقي لها؟ باقي لها اثنين بروسيسر. دورم هاز بين بيلت، الحين يتعبى اكسجين بس. انا والله احس ان هذا لازم ينبني، يعني لانه بيسوي فرق حلو. هذا تريد شيب ولا لا؟ هي تريد شيب، هاي تريد شيب. نبا كونستراكتر بوت، كم سعره؟ 208، والله غالي، والله غالي حاليا على الميزانية الحالية اللي عندي انا، غالي بس يستاهل الريسك نوعا ما. 53 48، بس محتاج كونستراكتر بوت صراحة ارجنت بعد، لانه ما عندي، انا محتاج شيء حد قاعد يبني وعندي كاريرز وهذا. بس المشكله وين اللي اشوفه انا الحين؟ اشوف انجينيرز كانوا من ساعه يحملون. المفروض انا ما يكون عندي انجينيرز بالطريقه هاي، مستهزئين فيهم الصراحه. يعني هذا استهزاء في الانجينيرز. خلينا نحط الشباري هنا، خلهم يرقدون. ما اعرف كم اقدر احط هنا، نسيت والله. سبعه بس برصهم، بتشوف اذا يستوي اكثر من سبعه. واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع، اظني ما يستوي اكثر من سبعه في هالدورم هذا. ف مره ثانيه برتبهم على سبعه. الحين بنيت لي هذا وما في كونكشن، ايش اسوي لك يعني؟ يبالكم دق قسم بالله. زين الحين بس ابنوا لي هذا، هذا ابغى تبنونه على اساس نستفيد من الهايل اللي عندنا، البهايم. اوكي يو بيولوجيس، هي يو بيولوجيس صح، يو بيولوجيس. انا بس اتري وركرز الحين ستة او سبعة، وفي نفس الوقت ستة او سبعة مفروض يبنون هذا، يكملون الباقي. شوف انا عندي وركرز، انا عندي وركرز كم؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة غير، اربعة خمسة غير. بيهم بيطلعون من هني الحين، يقدرون يطلعون من هني، يقدرون يطلعون من هني. قام يستوي عندنا مخارج، بس هذا بعد لازم ينبني على اساس انه هذا لازم تريد شبينا الحين. بس مش الحين الحين، لان الحين الحين اظني ما بيكون عندي شيء، لان استوى عندي وايد ناس وبينقصني اكل. فالحين انا محتاج هذا ينبني. والله من هذا بيولوجيست، شوف بيولوجيست مستوي حمالي، شوف منه فاضي ما عنده شغل ترى. فوب عجيب، ريس كامل جاي. والله انه سريع الصراحه، ما في حيله. بيجو اشو جاي ريس، اسرع اسرع وايد من اللي اسمه. لا سريع تريتشب. يب نبا تو بروسيسرز يا تريتشب. والله نسيت كم سعر البروسيسر. اشو ابا بروسيسر واحد 462، ناقصني بروسيسرات ورا والله، ورا ورا. اما من ابو فايدة، يستهلك كهرباء على الفاضي. هذا حاليا ببند سيمي كوندكتر. سبيرز وركشوب
غنز غنز ما اظني يعني حاليا فعلا فعلا مستفيد من ذيك الدرجة الخرافية. الحين هذا يبال بس واحد شو اسمه، لانه ياس يطلب مني سيمي كوندكترز فري ون، يعني بيبونه هني صح؟ مفروض يبونه هني. درى الاربوت انا عندي ثلاثة حيد بيدام هاز بين بلت. اوكي اوتش اوتش شو السالفة؟ ادلوك از اوت اوف باور. اوكي انا حسبت في شيء تقول كيف دايركت هيت شوت ضربه هيد شوت قسم بالله يا حبيبي بطارياتنا ما بتكفي، لازم نبدا الحين بامتداد البطاريات الجديد. خلاص اذا ابني اي شيء الحين بدون حقل طاقه جديد راح اتوهق انا. يستهلك من وين الحين هو؟ من هالبتري. زين كم عامل وصل عنا وركر؟ 25. بعد 2 غير بسكر الاستقبال. زين استهلك منها، خلنا نشوف ايش كثر يكفي. لحظة يبالي امتداد حق سيفتي لو واحد اتدمر ولا تفجر. زين الحين دوم شو اخبار الاكسجين ماله؟ تمام. الماي شو اخباره يا جماعة؟ ما تشيك الماي الحين. لا اوكي مسترك شهابين كونستركتد الحين نبا بعد ميديكال هيرب بحط الشيارة اوك اثنين ميديكال هيرب. زين بنحط طماط وبصل ومشروم وفجل وباين تري هني حلو، وبنحط بي وهذا بنمكس مكس عشان يكون في تنوع في الموارد. اهم شيء تنويع الوجبات على الناس. ما اتخيل ان اكون في مكان عادي فيه اكل نفس الوجبة كل يوم طول عمري. اسبوع برا راح ازهق انا. لا اسبوع وايد بعد. لحظة خلنا نشوف، اظني توه ياب عمال صح؟ ياب عمال. فخلنا نسكر الكولونست الحين، ما نحتاج كولونست حاليا. الحين نحتاج بس تريد شيب. ليش؟ لان هاي راح يبدون ينتجون انتاج ثاني خلاص، والوركرز راح نستفيد منهم في اماكن ثانية، يعني راح يزيدون في مصانع، في راح ينتجون شيء. يعني الوركرز ترى يشتغلون على الماشينز هاي. شوفوا الحين هالماشينز كلها وركرز 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 وركرز، خاصة ان احنا عندنا 8 ماشينز بس هني، بس حق البلاستيك وحق الحديد. وهاي شغلات احنا بتتم شغالة عنا، لان هاي اي شيء نسويه جديد يكون هو من اول المستهلكين فيه. والحين سيمي كوندكتر هذا اعرف ايش سالفته، اقول لك خله شغاله حسب نعرف استهلاك الكهرباء. ما بضيع استهلاك الكهرباء، خله شغال هذا. ارمز وركشوب بعد، ولا اقول ارمز وركشوب لا خله مبند. يسوي سيمي كوندكتر هذا تو الناس رضى علينا يعني. شوفوا سواله في الفاكتوري بس الانجينيرز يشتغلون عليها ترى، ما يشتغلون عليها شو اسمه وركرز. هل شو كان ناقصنا بما انه قاعد ينتج؟ بنق ريسورس اللي هو واحد. اتمنى انه هو هذا هو. ها يعان ليش؟ اذا انت يعان ما انا وي ار ان ترابل الصراحه. فخلنا نحطي طاوله ماي ثم ماي ثم حشيش، مش حشيش زهرة يعني، نبتة ثم تلفزيون ثم مكينة أكل ثانية ثم ماء ثم نبتة تزيينية ديكورية. لا بس مسخناها. هلا بتريدنج شيب يا استرياك والله، طلع ما منك فايدة والله. ليت تريتك على شيء يستاهل يعني، ليت والله تريتك على شيء يستاهل. بيس ستوك. عندي مسدس زيادة انا. كنترول روم مالي وين؟
مسدس هذا هو زيادة عندي، خله سبير يمكن يجيب. أنا كل سكت شفت هذا طايح هني قلت بي على هذا بي على هذا بي، لكن مرت سليمة يعني، سليمة سليمة. انت جوعان ترى في اكل، روح المطعم تغدى، روح تغدى. ليش تبغى تاخذ ستارتش؟ روح تغدى ريجون، روح تغدى. في اكل والله، في مطعم هني في مطعم هني في مطعم هني، دور لك احلى مطعم فيهم وصير دقلك عيشه. قال لي شو؟ قال لي يوعان. شوف 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 يعني يوعان. قمت تبي تميل، روح خلنا اشوفك تاكل. اوكي شي 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 يعني شي، مش وقت المسج زين شي. ها شوفي زين، روح الدكتور ها دختر موجود. ليش تاخذ ميل وانت عندك وانت مصاب؟ روح دكتور، مش كم مره اقول له روح سوي شيء، ما اقدر يعني. ابو اقول له روح الدكتور الحين، هو الدكتور دختره هني، كم مدك عندنا نحن؟ شوفوا عندنا 4 مدك، اوكي عندي 67 نفر زين، عندنا 4 مدك وما يبي يصير عند اي حد فيهم يعني. شو هالتصرف قبيح الصراحه، ها شو ناقصنا؟ انا ابو هذا ينبني يا اخي، مو بوضعية هاي. غي سبير بورتس يعني مش وضعية هاي الصراحة يعني، هذا متكسح. روح الدكتور، انا ادق عليك لك يا روبوت، قم قم. ليش رايح ترقد؟ ليش رايح يرقد؟ يستهبل علي ولا يستهبل علي؟ ايه اوكي الحين زين. ميديكال سبلايز اوكي، الحين حد يعالجه، نبغى دكتور يعالجه، ما في حد بيعالجه، خلنا نسرع. ما حد سوى له سالفه والله، يبالنا ميديكس. بطلب كولونس ابو امية بالامية ملكس، دام الاكل يتحملهم بان اطلب منهم، انا اطلب زيادة بنزيد الناس مو مشكلة. انجينير بيولوجيست، انجينير شو يسوي هنا؟ يشيل سامان. عندي كلها كارير بوتس بعد انجينير حمالي، كل هالوركرز اللي انا ايبهم بعد انجينير حمالي. والله عجيب حالنا نحن، وضعنا صعب في هالامبراطورية اللي مسوينها الصراحة. كيف ينشف البتري؟ اذا وقف الهواء اظني بتوهق. كم واحد بيب؟ كم مدك؟ 2 بس. بقول خلي يجيب 2 غيره، بنسوي سنتر كامل جديد. تعرفون وين بنسوي؟ ميديكال سنتر هني، واللي هو بيكون موصول في كل حد في الدنيا. ليش 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 القساوة؟ ليش 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 القساوة؟ لحظة ويت، مكتوب هو يتوصل في شيء واحد. ايوه بالضبط، مكتوب يقدر يتوصل في شيء واحد، فهذا بيكون في زاوية. لحظة توه كان هني ضبط، زاوية مسدودة قريبة من الكانتين بس بيسد لي الدرب. بس انا ابى اشبك اصلا شي بالكنترول سنتر. هي يمكن نيونها الصوب الجماعة، فخلنا زين نشبكه هني
صغير ونبع لاب اللي هو هني. شوف والله اذا ينشبك في واحد مصيبة. لحظة لازم اقرأ. ليش انزين مش مكتوب ينشبك في واحد. اوكي الحين زين، على الاقل عنده دبل كونكشن. ليش انا اسوي دبل كونكشن؟ عشان يكون في حرية تحرك خاصة بالنسبة لك للترول سنتر. يعني اذا يا نيزك وضرب هني عندي هذا الممر، هذا يكون عندي ممر ثاني مش نفس هاي. هاي الممر واحد اذا انضرب لازم يتصلح. انا ما ابغى شيء هذا يستوي، انا على طول يستوي. بعدين هذا اللاب يتحمل شوي اكثر، واظن توزيع الميديكال سنتر بيكون احسن من ان نحن اوكي ممتاز. بيبنون الحين المفروض واحد. لحظة انا شو طالب منهم؟ انا والله ما تشيكت اذا وصلني ولا وصل لي. اوكي بس خلاص الحين كرونست اوف. ثلاثة يا ابلي يود يوم ما بقى ثلاثة يب ثلاثة. كفو عليك والله. انزين هني بنحطي ميديكال سبلايز كابينت، بما ان اصلا نحن ما عندنا وايد ميديكال سبلايز زيادة. خلينا نحط بيدز ولا اقول يا حبيبي. زين بنحطه هني. عندنا ميدكس، عندنا ميدكس بيتولون المواضيع. نجيب واحد اثنين ثلاثة من هايل. بنجيب اثنين اللي يسوون لحم. ما اعرف اذا اقدر احط واحد زيادة ولا ما اقدر. اقدر والله حط مو مشكلة. اظن الكهرباء مضاد نيازك، مضاد نيازك الوحش. ابغى اشوف الحين ذكيني. ها شو ليزر تشارج؟ افا يعني يكون في تشارج لازم يعبي. لازم هذا يكون شغال عدل. هذا يسمون النكبه. بوصل واحد ثاني ذاك الصب. صبر تلسكوب بس هذا ليش مش لحظة خلنا اظن انا مغلط في شيء. بس انه ها شو عنده كارير بوت. والله زين كارير بوت، والله صراحة زين وايد زين. زين كارير بوت. لحظة كارير بوت ما عنده الكترونيك سيركت واسفه ما عنده تريد. نبى كارير بوت حد يشيل السمان. وابى احطي تلسكوب. المشكلة الحين هذا زين، هذا هاي برايورتي. ابى اشوف اذا هل هو من قربه من الكنترول سنتر بيخليه اوكي مبند بس ممتاز. بيخليه يسوي سكان ولا ما بيسوي سكان؟ لأن هذا الشانس ماله يرتفع مع هذا. الحين 0% شانس مالي. أنا ما بس 0% يتكنو. لأن disaster production unoperated غير مشغل، لأن مش قاعد يتحكمون فيه من الكنترولز. ويت اظني عرفت الموضوع. سكيورتي كونسل، راديو كونسل. راديو كونسل اللي هو هذا شغال صح، بس هذا تلسكوب كونسل يباله. فخلنا نحط دبل تلسكوب كونسل. ما اقدر احط دبل صح. اوكي كنترول روم ما يكفي، بس ابغى تلسكوب كونسل. معنا خلنا نجيب تو اثنين. كم سلاح زيادة عندي انا؟ لحظة عندي سلاح واحد زيادة. زين ابغى اجيب تي تو ثري جاردز. اوكي يعني الجارد ابغى 100% وات ايفر يجيني الحين. ايش يجيني؟ شو حق هني؟ ليش؟
لان الجارد هو اللي يسوي ابريت حق الكنترول روم، عرفتوا؟ فالحين اذا هذا مثلا بحط تلسكوب سنتر ثاني ما في مكان. في، اذا احشر واحد هني اروم احط دبل تلسكوب سنتر، هذا راديو كونسول وهذا شو اسمه سكيورتي كونسول. فالحين هذا ابريتد خلاص، تشانس 40%، هذا تشانس مال 40%. فبحط تلسكوب سنتر ثاني يوم بيب الحارس الجديد شو بيسوي؟ اهم شيء الاكل عندي بزياده بس. اوكي انزين، ما يخصف الموضوع صح. اوكي، والحين اذا زاد التشانس، اذا هذا اوبريتد 64%، كم جاردياني؟ ثلاثة، اكثر من اللي كنت ابغاه. معناه ببند استقبال هذا وبتشوف الحرس اللي كان عندي. زين، وين صار هذا؟ عندي 9-6 جاردز، 4 عندهم اسلحة. اوكي، الحين بسوي كنترول روم ثاني حق منه، حق تلسكوب، لان الحين عندي بس 60% فرصة اني انا شو اسوي، انترسبت او اني استعرض اي نيزك يايني. فاذا اني ابقى ازيد التشانس مالي، شوفوا مش راديو سوري، اذا ابقى ازيد التشانس مال اني ازخ اي شيء، لازم اللي اسويه كالتالي. زين، نحطي راديو سنتر ثاني. طبعا هني بيستيو مال باور كلها، فعادي انا اسب تيم سوي كونكشن هالمنطقه، قلت لكم قبل بنسويها مزرعه طاقه اصلا حقنا. زين، بنحط كنترول سنتر ثاني، ويصير كنترول سنتر مالي هني. خلينا نحط كنترول سنتر عود. زين، نوصله في باقي الاماكن، ومكانه حلو والله الصراحه، يعني خد مره موصله بزياده. هذا عادي لان ميدكس بليس مش لازم يكون سنتر، بس اهم شيء اقدر اوصل فيه شغلات ثانيه الحين في المستقبل. اهم شيء الاكل عندي بزياده، شوف كل شيء اركز على الاكل الصراحه. من الاكل هو يعني الاكل يتحكم كم من الناس انا اجيب ولا ما اجيب. انا دائما يوم اجيب ناس احسب هل اوكي الاكل بيكفيني، اجيب 2-3 اوقف شوي يكفي. وبالطريقه هاي يعني الموضوع بالنسبه لي انا احسبه يعني. انزين، والحين حق لا طبعا حق هذا الايرلوك. انزين، ابى اسوي ايرلوك سيستم هني لانه بمتد بالعكس، يعني انا بمتد بهذا الاتجاه، هذا بخليه فاضي. هني شو بحطي انا؟ بحطي باور بلانت صح، بحطي سواء طاقة شمسية سواء شو اسمه سواء غيره سواء بطاريات. اوكي، اعتراض نسبة الاعتراض 64%، وانا اوريدي عندي تريتش بيايه. اوكي، عنده مسدس، انا ادور مسدس الحين دواره. زين، 120، خلنا ناخذ عنه. شو عنده؟ عنده حفار، عنده الكتريك سيركت واللي بيسوي كل شيء غالي، بس في المقابل انا عندي هاي البشل عنه شوي فلوس والله. لا ليش؟ اذا ما شعلنا فلوس خلنا نقص فلوس اللي ادفع حقه. زين، والحين كم بحطي؟ 10. اوكي، 170 170، شليت عنا درهمين ولا 2 دولار ولا يسمون اللي يسوونه الكتريك تيركت وربع. انزين، الحين يوم بيجينا مثلا الحين هذا بيبني، شو باقي لون بندنج ريسورس، اهم شيء هذا يطلع من هنا. ربو شوف الحين وين يطلعون، المكان القريب ما يطلعون من البعيد. يعني اوكي هذا طلع من البعيد غبي. انزين، فهاي يبغى واحد يسوي له اوبريشن. اظن اللي وصل 100% اعتراض النيازك بيكون وايد اوكي بالنسبه لي، لانه مش وايد وايد اوكي، لانه بحتاج واحد ثاني اصلا في كل الاحوال. اذا امتديت اصلا لازم غصبا عني هني بيكون برا عن الطاقه التغطيه. يا الحظ الريدي على اخر شيء. شوف تلسكوب كنترول سنتر بحطي 2، بحطي
راديو كونسل واحد، بحط سكيورتي كونسل واحد، بحط ون تلسكوب مور، وبحط جنبهم مخزن اسلحة زيادة. ما ادري احط تلسكوب زيادة في حال انه كان عندي زيادة، ليش لا اسوي له اوبريشن يعني. بس اذا وصلت في شيء بيتكسر، ها ترى على فكرة حسب شيء انا حطيت التلسكوب هنا. شوفوا الحين 86% بس فقط، ليش؟ مفروض اكثر يكون عندي الشانس. زين اذا زدت مضاد صواريخ زيادة، مضاد نيازك ثاني، زين هني اساسا يغطي مساحة زيادة حقي. اوكي ايش في بالي اصلا؟ هذا يبالي بروسيسور. عندي اي شيء فري؟ انا عندي 3 فري قاعد ينتجون والله مساكين. خلاص هذا ما بوصل في شيء اساس ما اخرب الكنترول سنتر مالي، بس اظني بينقصني جاردز. معناه لازم اجيب حقي شو جاردز. خلينا نشوف تريتب هذا شو شايل حقنا. دريلر بوت ما ابغى، كونستراكشن بوت والله مشروع، كونستراكشن بوت مشروع لنا بينقصني هي شوي. هذا غالي، نعطي هذا ونشيل منه 10، نزيد 24. خلنا ناخذ كونستراكشن بوت ثاني، مع ان اظني كارير هو بيفيدنا اكثر، لان اظني سوالف تنقل السامان عن وابوك يعني. ها فجره ولا ما فجره؟ منك فايده ولا مو منك فايده؟ ليش 0%؟ ليش ما حد شغال عليهم؟ شو السالفه؟ حق شو انا يا سيب كلهم موظفين؟ زين ويت، اذا اجيب كم جاردز قلنا عندي؟ قلنا عندي 6 جاردز، 5 مسلحين. 6 جاردز ما يكفي حق هذا كله، يوالي 10 ولا 12. عندي 9 ميدكس. زين فخلنا نجيب هذا ونطلب منه جاردز زيادة. اوكي بيروح هذا بيل بعده بيسوي لاندنج عادي، ما في مشاكل يعني، امور طيبه. بسوي ترى يودوا له موارد بس. مو زين هذا، ليش زعلان حبيبي؟ ليش زعلان؟ اكل اكثر من كذا اكل يعني، كل المكان ينفل اكل يعني، مو قاعدين تاكلون انتم المشكله. لحظه في حد ثاني زعلان؟ هذا من وقارد مسلح، هذا قاعد يتمشى يسوي حراسات. في حال ان احنا الحين بنينا والله عطوه على طول يا سيسون الكوندكتر الحين. اوب كفو، شفتوه كفو 86% شانس. بعد بيب جاردز وشوف لحظه مصنع الاسلحه، الاسلحه شو يباله؟ لحظه كم جارد بينزل لي هذا؟ 1 2 تو جاردز ما يكفي، بنبغى ثنية غير، نبغى ثنية غير. من الأكل أصلاً وايد عندي، فممكن أسوي أكل زيادة بعد أنتج يعني. أنا ما أشوف عندي مجاعة قاعد تستوي، إذا استوت مجاعة نقدر أسيطر عليها. بس الأكسجين شو أخباره؟ الأكسجين تمام. الكهرباء أظن يرتفع صرفيتي وايد، هذا الماي ما ارتفعت صرفيتي والكهرباء ارتفعت صرفيتي. الحين بحل مشكلة الكهرباء والماي عليهم، بس منو ينبني؟ زين يعني انا قلت لكم مقابل الحين في لعبة ثانية سوت لي التاب. اوكي رجعنا. انزين مقابل، بس حرام 86% مفروض اكثر. انا خسرت عليه موارد وايد هذا، والحين الحديد ما قام يكفيني نفس الاول. وين الدرلر بوت موجود؟ تريدر هذا اهي. عندك شيء؟ عندي ستارت وايد انا مو با اصلا. 160 100 عنده مكان يشيل سامون، ما با هنا نايل بعد. 150
خل نعطيه قياس. شل هاي هاي الستوك زيادة عندي، ودو حقه عندي ستورج والله صدق، قبل اسوي ستور شوي حق الايام المظلمة يعني، ويستوي شيء هو بنحتاج الحين على الاغلب زيادة يعني. بس فلوس بعد ترى زينة، لان بينا تريد شيب ثاني بنحتاج نعطي شيء، ونحن اوريدي عندنا وايد ستارتش، وايد مو شوي، وايد وايد يعني، فما له داعي نسطط يعني. انزين الحين بنبدأ بالهيكلة الأخيرة، بس إني أخلص من موضوع الكنترول سنتر لأنه ما في حد يشتغل هني أظني أنا، هاي المشكلة. أنا عندي كونسلز بس ما حد يشتغل عليهن، وما عندي سلاح، سلاح يباله سيمي كوندكتر. خلنا شغله دام انهم قاعد يسوون سيمي كوندكتر الحين، خلنا شغل سلاح. شوفوا 86% يعني، وينزل صفر ترى، بس يدخلون على الجارد. فلهالسبب ابغى جارد زياده، محتاج جارد زياده انا. واذا بجيب ناس من الخارج عندي زوار، ميدك لازم يكون ممتاز، اكسجين لازم يكون ممتاز، الناس بتستهلك اكسجين ها شيء اكيد. شو بسوي انا الحين هالمنطقه اللي كنت اقول لكم عنها، نحط فيها شو؟ ما هاي ما بوصلها في الكوماند سنتر على فكره. اوكي هاي بوصلها هني الاكسجين، وصلها في هذا الاكسجين. اما في هذا اذا وصلته راح تستوي لي كارثه، راح يشيل الكونسولز مالي كامل. شوف يوم هم شغالين موجودين في الكنترول سنتر 86% حلوين يعني، يمشون الوضع. شوفوا تو صد، شفتوا انا سمعت صوته والله زين. فنبى نشغل ناس على الكونسل، نحن نبى يجون عندنا جاردز، ونبى مع الجاردز انا بتخريبا ابى كلهم مسلحين الحين، ابى 10 12، ابى 12 وايد زين بيكون. شوف باقي محجوز ثلاثه ممكن نبني فيهن اللي هو وايد حلو. انا هذا لازم كنت اتشيك عليه من قبل، 1 فري هب كفو بعدي والله. ها كم واحد ينزل منه، كم واحد ينزل؟ خلنا نشوف لحظه، كان 8. اوكي تريد شيب، والله اني مسطل. بعد عندي وايد ستارت، وايد قاعد انتج بشكل ممتاز، بشكل جدا ممتاز، هذا شيء وايد ممتاز. شوف الحين قاعد يستوي عندنا فلوس، يستوي عندي فلوس، معناه اذا ياني شيء ابغى اشتري اقدر اشتري. ولا يبال ازيد الانتاج، تمو صدق يبال ازيد الانتاج بعد. زين الاكسجين ممتاز، كل شيء ممتاز، هذا كله الدفاع جزء كبير من استقبال الزوار ترى. الحين خل هذا يروح. زين ما عندي، عندي 3 فري 5 فري. زين انا محتاج ادبل انتاج المصانع، اذا ابغى ادبل انتاج المصانع ابغى اشوف التريدينج هني كان صح؟ لا هذا هو رد سوا، انا ما ابغى يسوي الامور، انا بسوي بروحي ايش يحتاجه ثم اطلب منه. خليني ما رو مطلب سامان معي، يا ريت والله رو مطلب سامان معي كنت برتاح. هذا لحظه شوفي هذا زين، في دكاتره والله، في دكاتره وايد، وفي عندنا عندنا ميديكال سبلايز، زيلينيوم سبلايز ترى، مش ليش ما تعالجونا؟ ايش حيوانات والله، حيوانات عالجوه، جود ريتم، لا تروح تي متكسر الدوام. من قاعد اوفر كل هذا حقكم، انا اتعب اوفر كل هذا حقهم يروح يتكسر، ليش حرام والله، كسر خاطر الصراحة مسكين. لا ورايح يكمل شغل، ايوه عالجه لك حيوان لو ما عالجته بعد، كلب قسم بالله العظيم. واحد ما يبي يزعل لكن اسمع الليزر شغال، الليزر كفو والله بعدي، اظني حتى لو كنسلتها ترى ما يفرق وايد. انزين الجاردز لو ازيد منهم شوي ما منه ضرر، اظني قاعد ينتجون سلاح وايد حلو. انا كم مخلي ستوك عندي زيادة سلاح؟ 3 حبات، 3 حبات اكثر من كفاية زيادة سلاح يعني، صيانة شيء، واحد مات استوى شيء، عندنا مشكلة، 2 جاردز اوكي، 2 غير او 3 بستقبلهم انا، بعد ذلك بسكر الاستقبال. بعد ذلك لازم اسوي بايو دوم ثاني،
اي لازم اسوي بايودوم ثاني قبل الانتاج عندي، لان نحن كيف الحين السرفايف، فكرة التجارة عندي انا، فكرة التجارة اني انا قاعد اسوي، لا خلها هني بعدين بوصلها في اي شيء ثاني. ابا فكرة التجارة اصلا اني انا شو قاعد اسوي، كم واحد فري عندي؟ 11 فري. اوكي اقدر ابني. فكرة التجارة بكبرها ان نحن لازم نحطي واحد من هذا مقابل واحد سولر. لحظة لازم اوصل اول شيء. انزين انني يكون عندي ستوك زيادة، والستوك هذا ابيعه مقابل شيء جديد، اذا فهمت قصدي يعني. يعني ما اقدر احط شيء عشوائي. شوف كل اثنين من هايل عشان يغطون طاقة بطارية واحدة عندي، يعني لازم يكون عندي زيادة ستارش، لازم يكون عندي زيادة شيء. ما يستوي احط شيء ما فيه زيادات، يعني ما ينفع. ما يستوي احط هني، هني اظني هذا بيستوي. صغير ما استوى بعد. زين ابا منهم قاعد يعبون البطاريات بشكل ممتاز، بحط بطاريتين مقابل هاي الاثنين. نو دونت ريسايكل. ابا بطارية ثانية عودة، بوصله في هذا، بوصله في البوابة، بوصله اظني ما اعرف، لكن يمكن ياخذون اختصارات خلال الشوارع هاي، بشوف انا بعدين. زين لحظة انا حد زيادة هيون 12. خلاص الحين ما لحقت ابند انا الكولونستر بسرعة، فشوي حصلت لي ناس زيادة ما باهم. اتس اوكي اتس اوكي عادي عادي، لان نحن تبي اللي تبي نستقبل سياح بنحتاج 7 بس مسلحين. ها بنحتاج شغلات زيادة يعني. 7 مسلحين اظني اكثر من كفاية ان نبدأ نستقبل زوار. ترى هاي يسوي هذا بعدين فيه الاسلحة قاعد تاج محلي الحين. خلاص انزين شو عندي ستوك زايد، هذا كالعادة ابيع منه زايد. هذا وعندي وايد خله بيعه 150. اوكي استوى عندي 97 زيادة. هو في خسارة بس بعد في مربح للمستقبل، انا اوسع مكان عندي لو انه مش زحمة، بس لو انا ما اسوي هالشيء هالمكان الحين فل. شوفوا كيف فل. ايه بس هذا كان مضاد، حلقة مضاد للنيازك ترى، وصرنا بعيد. مش بس النيازك، سوينا توا كل شيء في الدنيا ترى، مش مجرد نيازك. ايوه الطاقة عنا تتعبى، كل البطاريات فل، والمس كل البطاريات فل. والله يعبون البطاريات، مشروع ناجح. الحين ما عندي مشكلة مع الكهرباء، بس الحين بيكون عندي مشكلة مع الماي. فخلنا نحط لنا لارج اكستراكتر ووتر اكستراكتر. شوفوا جالس احاول امشي على الجوانب على اساس ما اسوي زحمة في الامبراطورية. طفنا وقت الحلقة، بس بحط لكم التانكي ببني شيء هني. لا التانكي الماي، واقول لك وصله في الاكسجين بعد، شوفوا بمجرد بيب. فهاي كانت حلقتنا اليوم مضاد للنيازك، نشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة ان شاء الله، وبحاول اجهز للسياحة ان امكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.